سلام مز إليف دو كاتريام بريمير سكسيون دو لونغ. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي قسم اللغات بمدارس الفاروق. نبدأ النهاردة درسنا ونقول الدرس بيتكلم على لوجو. لوسون 7 اكسبريمي لوجو. تعالوا نعبر عن الأطعمة والتذوق ونشوف ان احنا طالما هنتكلم على الأطعمة والتذوق يبقى احنا لازم ناكل من كل حاجة تتعرض علينا، زي ما نقولش ان احنا ما نحبش خضروات وما نحبش البان. كل حاجة ربنا خلقها لنا للأكل مفيدة جدا وبتغذي جسمنا بالعناصر اللازمة علشان نبقى في صحة جيدة. تعالوا نشوف كيكو بياكل من كل حاجة وبيحب الأكل ونحاول ان احنا نقلده ونبقى في صحة زيه. يا رب نبقى في صحة التنين كيكو. نشوف مع بعض ونقرا الدرس او النص. اكوت لي لو ديالوج بوي ريمون او كيستيون. كيكو: كاس كو سي فريدريك؟ سي ان بوفي. كاس كو تو ام؟ كيكو: J'aime tout, je suis gourmand. Frédéric: Très bien, qu'est-ce que tu voudrais? Kiko: Je voudrais du riz, de la viande, du poisson, des pâtes, des tomates et des gâteaux. طبعا هنا بيطلب حاجات كتير قوي، بيقول له je voudrais du riz, de la viande, du poisson, des pâtes, des tomates et du gâteau. طبعا في الاخر ده طلب جاتو وكلها عناصر غذائية هنترجمها بعد كده ونعرفها. فريدريك فبيقول له سي تو. كيكو: نو جو فودري دو لو اي دو جو دو فريز اوسي. اي توا فريدريك: موا جو نو مانج با بوكو، جو فودري دو بولي دي بوم فريت اي دو لا سالاد افيك ان جو دورانج. طبعا هنا كيكو في البداية مش هترجم ترجمة حرفية، بس هنحاول ان احنا نحفظ الكلمات ونرجع للنص مرة تانية علشان نفهم هو كان بيقول ايه، وتبقى زي حاجة تشويقية كده جميلة. بيقوله هو ده ايه، فبيقوله ده بوفيه، تحب تاكل ايه؟ قال له لا انا بحب اكل كل حاجة، جو سوي غورمون، يعني انا اكول بحب الاكل يعني. فبيطلب طبعا منه دو ري دو لا فيوند، دو ري يعني ارز، دو لا فيوند لحمة، دو بوانسون اسماك، دي بات معجنات او انواع من المكرونة، طماطم، جاتو. قال له ده كل ده اللي انت يعني سيتو، ده كل اللي انت عايزه؟ قال له لا، جو فودري دو لو اي دو جو، انا لسه عايز مية، عايز عصير فراولة. طبعا هنا في فريدريك طلب حاجات قليله قوي من الاكل، طلب دو بولي فراخ، دي بوم فريت يعني بطاطس محمره، دولا سلاد سلطه وعصير برتقال. نشوف بعد كده فوكابيلير، هنحاول ان احنا ننطق الكلمات ومفردات الدرس. كاسكو سي، كاسكو سي ما هذا، ان بوفي، ان بوفي، بوفي وهي كلمة فرنسية في الأصل. لما نقول الفرح ده فيه بوفي أو البوفي هيفتح إمتى، هنروح البوفي هو مكان لتناول الطعام. كاسكو تو أم، كاسكو تو أم ماذا تحب؟ كاسكو تو فودري، كاسكو تو فودري ماذا تريد؟ جو فودري، جو فودري أنا أريد. دو ري، دو ري أرز، دو لا فيوند، دو لا فيوند لحمة، du poisson سمك، des pâtes مكرونة أو معجنات، des tomates طماطم، du gâteau gâteau، de l'eau مياه، du jus عصير de fraise يعني فراولة، du poulet frère، des pommes frites يعني بطاطس محمرة، de la salade سلطة، ان جو دورانج، ممكن اقول دو جو دورانج، دو جو دو فريز، دو جو دو بوار او ان جو دو بوار. طبعا عصير تتقال قبليها دو، وممكن نقول ان جو دو بوار عصير كمثرى، جو دورانج عصير برتقال، جو دو فريز عصير فراولة. غورمون شره، لو زودنا لها او تبقى غورموند وتبقى فيمينان شرهة. La phrase, il faut faire attention à la phrase. Le sujet du verbe est le mot ou le groupe de mots qui indique de qui parle le verbe.
طبعا بنقول ان الجملة مهم قوي ان احنا نعرف الفاعل. الفاعل هو كلمة او مجموعة من الكلمات اللي بتوضح عن من يتحدث الفرب. Pour trouver le sujet du verbe, علشان نلاقي فاعل الفرب, on pose la question avec qui. بنطرح السؤال بكي. طيب نشوف كده. Example. Qui fait le devoir? مين بيعمل الدوار؟ Alice fait le devoir. Qui lit le journal? Mon père lit le journal. La maîtresse de science explique la leçon. نلاحظ طبعا ان احنا عندنا أليس كان اسم مباشر كلمة واحدة un seul mot. Mon père كانت un groupe de nom مجموعة من الاسم. La maîtresse de science هي معلمة العلوم. Explique la leçon بتشرح الدرس. يبقى هنا بنوضح ان الفاعل ممكن يبقى كلمة او مجموعة من الكلمات او groupe de mots groupe de nom مجموعة من الاسماء او مجموعة من الكلمات. Mon petit frère va au club. اخي الصغير يذهب الى النادي. هنا تنتهي حلقتنا. يا ريت نذاكر الكلمات ونراجع النص مرة تانية. Au revoir et bonne chance. À la prochaine fois. Au revoir.